احتشد الآلاف وسط جو عاصف بمحاذاة خليج فيكتوريا بهونغ كونغ لمتابعة أول مهرجان للطائرات البدائية في آسيا. 40 فريقا من أنحاء مختلفة من العالم شاركوا في المهرجان، حيث يعمل المشاركون على تركيب هياكلهم الطائرة بأيديهم، ويأمل المشاركون أن تنجح ابتكاراتهم في تحدي جاذبية والفوز لمن يتسنى له الطيران لمسافة أبعد عبر المرفأ. ربما لم تتمكن أي من الطائرات من مناطحة السحاب، وبالكاد استطاع بعضها التقدم عبر منصة الانطلاق، غير أن الهدف الرئيسي هو الإمتاع والابتكار وكسر المألوف. عملنا على الكمبيوتر، ومن ثم نجلس في المكتب طوال اليوم، وبالتالي نحاول إيجاد فرصة للخروج والاستمتاع بالوقت. وأخيراً لا ينسى البعض أن يضيف إلى الأجواء المرحة مزيداً من المرح بالأشكال والزي. ساهر فارس، بي بي سي.